إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الكرام الأحباب، دائما وأبدا القيمة قيمة، والزينة تافهة شائهة. ومن القيمة التي نص ربنا عز وجل عليها وتواترت النصوص على فضلها وشرفها قيمة العلم. فالعلم قيمة، لأنه ينفع صاحبه وينتفع به صاحبه لينفع به. ولذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله عز وجل علما نافعا، ويستعيذ بالله عز وجل من علم لا ينفع. وقص ربنا عز وجل مثالا لهؤلاء الذين آتاهم الله تعالى العلم ولكن لم يعملوا به ولم يتبعوه، بل اتبعوا أهواءهم فخلدوا به إلى الأرض ولم يرتفعوا به إلى عنان السماء. قال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إذن الانسلاخ عن الآيات وعدم تعظيم الآيات وعدم العمل بالعلم، هذا انسلاخ عن قانون العلم، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وانظر إلى هذا التسلسل السريع: أعطاك الله عز وجل العلم فتنكرت للعلم ولبست العلم على الناس ولم تعمل بذلك العلم مباشرة، فأدل على السرعة والتعقيم فأتبعه الشيطان، وبعده مباشرة فكان من الغاوين. ثم قال ربنا: ولو شئنا لرفعناه بالعلم، لرفعناه بها، ولكنه للاستدراك أخلد إلى الأرض واتبع هواه. سبحان الله، يترك ما عند الله عز وجل وهو الخير والأبقى ليلتفت إلى خشاش الأرض وهو أذل
وأفنى. ولذلك شبهه ربه بقوله فمثله كمثل الكلب. والكلب هنا ليس جنس الكلب، لأن هناك من الكلاب كلاب معلمة مدربة نبيلة، ولكنه كلب يعيش على خشاش الأرض، يعيش على خشاش الأرض، يعيش ملء بطنه، ليست له قيمة في الحياة، ليس له هدف في الحياة. الكلب المعلم يجري وراء الصيد، يستفيد به صاحبه وينتفع به الناس، يحرس دورهم وبيوتهم، ماشيتهم وشاءهم، دورهم وماءهم. أما هناك كلاب ضال، كلب ضال، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سبحان الله. أيضا قص الله عز وجل لنا مثلا عجيبا، وأنا لا أتكلم إلا بالدليل. قوم أعطاهم الله عز وجل العلم وأعطاهم الملك والنبوة وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، إنهم بنو إسرائيل. سبحان الله. علماؤهم ضربوا مضربا عظيما في العلوم وتحصيلها وتدوين المعارف وتثبيتها، ومع ذلك لم يعملوا بذلك العلم ولم يستفيدوا شيئا من ذلك العلم. نعم، إنهم علماء يتكلمون بالعلم ويتشدقون بالمزامير والآي ويزعمون أنهم أقرب إلى الله من غيرهم وأنهم أفهموا للكتاب من غيرهم، يزعمون ذلك، ولكن عند التطبيق لا يعملون بذلك العلم، لا يعملون بذلك العلم. تراهم يجالسون النساء العواري ويبيحون الربا ويحيون الميسر ويصافحون النساء الأجنبيات ويتركون كثيرا من الشرع تحت باب التأويل والاجتهاد. قال ربنا عز وجل مثل الذين حملوا التوراة، وتأمل كلمة حملوا للدلالة على عظم ما تحملوه، فإن اللفظ إذا زيد له في مبناه زيد فيه في معناه. حملوا أي تحملوا علما كثيرا، ولكنهم لم يعملوا بذلك العلم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، إذا تحملوها تحصيلا وطلبا ثم لم يحملوها تطبيقا وعملا، مثلهم كمثل الكلب ولا كمثل الحمار. هذا المثل كالحمار، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. العيس جمع عيساء، وهي الناقة الشابة القوية الفتية تحمل الماء فوق ظهورها، تمشي في ربوع الصحراء يشتد القيظ، تكاد أن تموت الإبل من شدة العطش، ولكن لا تجد نقطة ماء والماء فوق ظهرها. كذلك الذي يحمل العلم ثم لا يعمل بذلك العلم ولا يكون قدوة بذلك العلم، فمثله تارة كالكلب وتارة كالحمار. هذا كلام ربنا عز وجل. ولذلك أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام
يسأل الله عز وجل علما نافعا ويستعيذه من علم لا ينفع. والعلماء في تاريخ الإسلام لهم دور عظيم في تربية الأمة وتوجيهها وتعليمها والأخذ بمقودها في طريق الجهاد لنشر كلمة الحق. كان النفر إذا أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأله من يعلمه الدين يبعث إليهم نفرا من القراء ليعلموهم ويفقهوهم وليجاهدوا معهم. انظر، إذن التعليم والتوجيه والجهاد. إذن علماء الصحابة لم يكونوا درويش، لم يكونوا أهل سذاجة، وإنما كانوا يذهبون للدعوة إلى الله عز وجل ويعلمون الناس دين الله. فإذا ما قال الداعي يا خيل الله اركبي كانوا من أوائل الناس مسابقة إلى ذلك الخير. هاكم صحابة رسول الله وهم القراء العلماء، القراء العلماء. ونعلم كيف قتل عاصم وإخوانه عندما جالدوا وقاتلوا ولم يستأثروا للمشركين حتى قتلوا رضي الله تعالى عنهم جميعا. والحال نفسه عند بئر معونة عندما قتل من الصحابة نحو من 70 وكلهم من قراء المسلمين أي من علمائهم. وكذلك في حديقة الموت في قتال المرتدين في بني حنيفة كان من أعظم الناس جهادا وأعظمهم شكيمة وجلدا فقهاء الصحابة، وقتل في قتال المرتدين نحو من 500 من علماء الصحابة. أما في وقت السلم فإنهم يعلمون الناس ويربون الناس. في البخاري قال عمر رضي الله تعالى عنه كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد عالية من عوالي المدينة نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نزلت أتيته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثلما أفعل. بوب عليه البخاري فقال باب التناوب في طلب العلم. إذن وقت السلم يتناوبون النزول لسماع القرآن والسنة، يجالسون النبي عليه الصلاة والسلام ليمتاحوا من علمه وليأخذوا من هديه وليمتثلوه قدوة وإماما. فإذا ما برقت البوارق وارتفعت السيوف والأسنة كانوا في ذلك سباقين أئمة، ذلكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر ذلك الدفق مباركا في الأمة إلى القرن السابع الهجري. العلماء تجتمع الأمة حولهم لدرجة أن الإمام الجويني بيقول إذا فقد الناس الخليفة والإمام اجتمعوا على علمائهم. سبحان الله، إذا لم يجد الناس أميرا ليحكمهم وقائدا ليقودهم نستعمل إيه؟ كالقطيع الهائج؟ لا، يلتف الناس حول العلماء، لأن العالم في الإسلام ليس درويشا ولكنه فقيه في الدين، فقيه في الدنيا، يستطيع أن يسوس ويقود، هذا العالم في الإسلام. أما العالم الذي يكون في صومعته هذا عند اليهود والنصارى، هؤلاء هم الرهبان والقساوسة. أما الإسلام فلا رهبانية في الإسلام،
هذا ما قاله الجويني في كتابه غايات الأمم، فليراجعه من شاء، وأطال النفس في ذلك إطالة بالغة. أعود، استمر هذا الخير إلى القرن السابع الهجري. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن بعض الفقهاء نادوا بغلق باب الاجتهاد، خلاص ما أش اجتهاد في الأمة، فتعطلت المعارف وتوقفت العلوم، وباط الناس يطلبون فتات ما ترك السابق. لم يحدث هناك فكر ولا اجتهاد، إلى أن كان وقت شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، المتوفى 728، الذي نادى بالاجتهاد، والذي نادى بأنه لا يجوز التعصب المذهبي، وانكسرت هذه الحلقة التي أرادها كثير من المتعصبة، وانفتح باب الاجتهاد، واجتهد العلماء في معرفة الأحكام التي تناسب عصورهم، واستمر ذلك الخير. والتعليم الديني يؤدي دوره الأكيد، يؤدي دوره الأكيد. من الذي وقف أمام الحملة الفرنسية عندما دخلت مصر سنة 1798؟ إنهم مشايخ الأزهر قاموا بثورتين، الثورة الأولى والثانية، وقام الفرنسيس الكفار بدك الأزهر الشريف بالقنابل، وقتلوا كثيرا من مشايخ الأزهر، وجاسوا في الأزهر بخيولهم، وجعلوه الصبل للخيول ومرتعا للفسقة والفجار. ولكن هذا لم يفد في عضد أهل العلم، فاجتمعوا بمعونة التجار وبقية المسلمين وانقضوا على الفرنسيين، حتى ألجأوهم إلى الخروج من مصر بعد احتلالها بثلاث سنوات. هذا جهد علماء الدين. كان هناك طاغية يحكم مصر يسمى خرشب، الذي عزله عن ولاية مصر هم علماء الأزهر، يعزلون الحاكم، ولكن وأسفاء ولوا مكانه طاغية آخر وهم لا يدرون، وهو محمد علي باشا. سبحان الله، سبحان الله، أمور عجيبة. لا زال رجال الدين الناس ينظرون إليهم أنهم أئمتهم في تعريفهم دين الله واستمساكهم بشرع الله. استمر ذلك الدور، دور الأزهر ما بين جذب وارتخاء. وهنا تفطن الكفار أن أخطر سلطة موجودة في البلد هي السلطة الدينية، سلطة رجل الدين. لماذا؟ لأنه يملك القلوب، يملك القلوب، وملك القلب أولى من ملك الجسد. أنت تملك جسدي ولكن لا تملك قلبي، لا أحد يملك قلبك إلا الله، ولا يزجي الله عز وجل قلب العبد إلا لمن أطاع، أما من عصاه فإن المعصية بادية على ظاهره مفسدة لباطنه. قال الحسن: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم. ثم قال: أبى الله إلا أن يذل من عصاه. لما كان العالم يعمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة ويكافح بكلمة الحق، كان أحد المشايخ إذا دخل على إسماعيل باشا ارتعش منه إسماعيل، فقيل له: أنت الخديوي وتخاف من ذلك الرجل؟ قال: والله ما دخل إلا ظننت أسدا قد دخل علي. سبحان الله، سبحان الله، هذا الرجل إسماعيل باشا كان يحكم مصر
والسودان وجيبوتي وإريتريا والحبشة، ووصلت جيوشه إلى منابع النيل في أوغندا، يحكم هذا جميعا ويرتعش من رجل الدين، يرتعش من رجل الدين. سبحان الله، عندما أراد ملك فاروق وكان شيخ الفحام شيخا للأزهر أن يفتي شيخ الفحام بأنه لا يجوز لأحد أن يتزوج من طليقة الملك، أبى شيخ الأزهر، أبى شيخ الأزهر وقال كلاما معناه: متى استخدمتمونا في الدين؟ متى استخدمتمونا في الدين؟ وأبى الملك فاروق. كان عاوز ينزل زوجاته كزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، والمشايخ يفتوا بأنه لا يجوز لأحد أن يتزوج طليقة الملك قياسا على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذلك؟ ورفض. عندئذ تفطن الناس، والناس هنا بالألف واللام للعهد أو للمح الصفة، الناس المجرمين تفطنوا إلى أنه لا بد من تقويض دور رجل الدين. الذين يتكلمون في الدين لابد أن نقرض شفاهم، ولابد أن نقلم أصابعهم وأرجلهم، لا يمشون على أقدامهم ولا يرفعون رؤوسهم. وبالتالي كانت هناك عدة إجراءات. الإجراء الأول القضاء، القضاء على سلطة الأزهر. كان الأزهر سلطة مستقلة، لا يجرؤ حاكم أن يغير شيخا للأزهر أو أن يعزل شيخا للأزهر. وكان شيخ الأزهر يختار من بين علماء الأمة قاطبة، يمكن أن نجد منهم التونسي ومنهم المغربي ومنهم الشامي ومنهم الحجازي ومنهم المصري. شيخ الأزهر كان منصبا لكل المسلمين، لم يكن منصبا للمصريين. لابد من القضاء على سلطان الأزهر، وتم لهم ذلك. دمروا التعليم الأزهري، دمروه تدميرا، وأنشأوا مدرسة دار العلوم وجامعة الملك فؤاد، وخرجوا طائفة عظيمة من المدرسين والوعاظ والخطباء، وكان مرتبهم أضعاف أضعاف مرتب الشيخ الأزهري. ثم بعد ذلك الذي حدث، الإجراء الثاني الخطير، أنهم أدخلوا المواد العلمانية في الدراسة الأزهرية، فانقلبت جامعة الأزهر من مؤسسة دينية عريقة إلى مؤسسة لا شكل لها، لا حصلت لا في الدين ولا في الدنيا. الإجراء الثالث، كان هناك مصرف مالي يضخ في الأزهر، شيخ الأزهر ومشايخ الأزهر والمشايخ والوعاظ والخطباء كانوا يتقاضون مرتبات عالية، ولكن ليس من الدولة. أمال منين؟ من الأوقاف الإسلامية، ليس من وزارة الأوقاف، ليس من وزارة الأوقاف. لم يكن في تاريخ مصر ما يسمى بوزارة الأوقاف إلا بعد سنة 52. كانت الأوقاف رجل، ومن أكثر الناس أوقافا في مصر كانت في سمنود. هناك أوقاف كثيرة، أراضي وعقارات ومحلات ومصانع وبيوت، ده كله الريع ينفق على رجال الدين وطلاب الدين وكتاتيب وما إلى ذلك. لما قامت الثورة المباركة سنة 52 تم إصدار قانون الوقف، وبعده قانون الحكر، وتم القضاء على الوقف، الوقف الخيري والوقف الأهلي. فالوقف وقفان، وقف خيري ووقف أهلي. الوقف الخيري يكون للمسلمين، والوقف الأهلي يكون في الذرية. تم القضاء على الوقف تماما، وأنشئت إدارة الأوقاف التي سميت بعد ذلك بوزارة الأوقاف، وتم تأميم جميع الأراضي الوقفية وهي أرض الله عز وجل، واستولت الحكومة على أرض الله ووزعتها على الفلاحين تحت ما يسمى بقوانين الإصلاح
ولا يجوز لهم ذلك، لا يجوز لهم ذلك شرعا. فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد، ولكن لابد أن نأخذ حق الله في ذلك المال. في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مال أدي زكاته فليس بكنز. أنا رجل عندي مليار جنيه، ما المشكلة طالما أني أعطي زكاة المال؟ لا بأس، لا بأس. وتم تشويه صورة أهل الأوقاف أنهم ناس قسة القلب وإقطاعيون ويضربون الناس بالكرابيج وما إلى ذلك، وهذا كله من باب الإعلام الفاسد. تم القضاء على سلطان الأزهر، تم إفساد التعليم الأزهري، تم القضاء على الوقف. في الوقت نفسه لم تقم الحكومة بأي دور فعال تجاه الوقف الكنسي. الحكومة لم تأخذ فدانا واحدا من الكنائس، وإنما استولت على كل أملاك المساجد والأوقاف الإسلامية. قسيس لم يخرج مرتبه من الدولة، وإنما يأخذ المرتبة من الكنيسة، ومرتب مفتوح يكفيك كام اللي انت عاوز خده. أما عندنا في عم الشيخ طابور، وعندما يزيدنا في مرتب الشيخ 50 جنيه يطبلون ويملؤون الدنيا صراخا كأنهم يعطونه من لحوم أجسادهم. إذا تم هذا التدبير، ولكنهم وجدوا أن الأزهر لا زال يفرخ رجالا أقوياء. إذا لابد من أن يتبع الأزهر الدولة مباشرة، وأن تقوم الدولة بتعيين شيخ الأزهر، فصار شيخ الأزهر موظفا عند الحكومة. سبحان الله، صار موظفا عند الحكومة، فما تريدون الحكومة يفعله. هذا هو، لم يعد شيخ الأزهر شيخ المسلمين، وإنما صار شيخ المصريين. وإن شئت فقل صار شيخ الأزهر شيخ الحكومة، صار شيخا للحكومة ليس شيخا لعموم المسلمين. فما يطلب منه يقوم به، وما ينهى عنه لابد أن يمتثل. ولذلك نجد أن الرجل قبل أن يلي منصب المشيخة كان يفتي بمشروعية النقاب، وأن النقاب هذا مشروع، وللمرأة ستر وفضيلة، وذكر ذلك في تفسيره الوصيل الذي طبع سنة 1993 في طبع دار المعارف، قال ذلك الكلام. ما الذي حدث في سنة 2009؟ قال بأنه عادة وليس من الدين. الله أكبر، أغيرت فتواك من 93 ل 2009، يعني 16 سنة تغير فيها فتواك، وأنت على مشارف القبر، وأنت على مشارف القبر، ألا تخشى الله عز وجل؟ ألا تستحي من الله عز وجل؟ دعك من تلك. قبل أن يلي سئل عن الفوائد البنكية، والنص موجود عندي، فقال هي حرام ولا يجوز، ثم بعد ذلك قال هي حلال على مسؤوليتي. ما ذلك الأمر؟ أدين الله عز وجل بهذه الصورة يتضارب فيها رجال بأقوالهم، تارة يقولون حلالا وتارة حراما. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وللحديث بقية، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، من المستفيد؟ من المستفيد؟ المستفيد هم أعداء الله. عندما تجند الدولة إمكانياتها في محاربة الفضيلة
أليس من الأولى أن نجتهد في محاربة الرذيلة؟ لماذا لا يتكلمون عن السفور ويتكلمون عن التبرج ويتكلمون عن الاختلاط؟ تعالوا معي، أنا أستاذ جامعي وأدرس في الجامعة وأرى العجب العجاب. عندما شكونا إلى بعض المسؤولين قال يا دكتور دعوهم ليتعرفوا على بعضهم. ما شاء الله ما شاء الله، الولد يجلس رجله في رجل الفتاة، يتداخلون تماما ليتعرف بعضهم على بعض. سبحان الله سبحان الله العظيم، لماذا لا يحاربون الاختلاط والسفور والتبرج والأفلام الهزيلة؟ لماذا لا يقطعون إرسال القنوات الفاسدة كالدش الأوروبي وغيره وهم يستطيعون ذلك؟ لماذا لا يفعلون ذلك؟ لماذا لا يهتمون بالفقراء، يسدون ديون المديونين ويطببون المرضى والعجزة ويمسحون على رؤوس الفقراء والأيتام؟ وهذه الملايين التي تصرف في تسويد الكتب لا بارك الله فيها، وفي الحلقات مدفوعة الحساب لا كثر الله منها، لماذا لا تجيش كل هذه الإمكانيات في خدمة الدين ورفعته؟ لماذا؟ لمصلحة من يكون ذلك؟ لمصلحة من؟ اليوم وزير التعليم العالي يصدر قرارا بمنع الفتيات المنتقبات من دخول الامتحانات إلا وهن سافرات، وقال هذه فتوى دينية ولا كلام لي بعد كلام رجال الدين. ما شاء الله، انظر إلى هذا المسلسل المتدارك، سيأتي ربما لحظة تقف فيها الأكمنة على الطرقات لتنزع نقاب المنتقبات كما حدث في تركيا، لكن والله لن يحدث هذا بإذن الله، لن يحدث هذا بإذن الله، لأن مصر ليست كتركيا وشباب مصر ليسوا مائعين كغيرهم من الشباب الهالك هنا وهناك، ولكن هذه الضربات المتلاحقة وهذه اللكمات المتواصلة ستوقظ شباب الإسلام في بلدنا ليقوموا بحمل الرسالة والقيام بها خير قيام. أيها الأحباب، إننا الآن في معترك غالب أو مغلوب، ولن يغلب دين الله، ولن يغلب دين الله، لأنه دين الله ليس لأننا نحمله، فنحن لا نشرف دين الله، ولكن الله تعالى اصطفى دينه وجعله دينا فهو يحميه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن التاريخ ينظر إلينا أيها الأحباب، وإن أبناء المستقبل من أبنائنا وأحفادنا ينظرون إلينا ليرون ماذا نحن صانعين. سنترك هؤلاء اللئام يخربون دين الله عز وجل تحت مظلة الإفتاء والفكر المستنير وتحرير الفتوى وتجديد الخطاب الديني؟ هل نتركهم يفعلون ذلك ويخربون حصون الإسلام؟ يدمرون التعليم ويدمرون المجتمع ويدمرون الفكر ويدمرون النساء ويدمرون الأولاد. سبحان الله، لابد لنا من يقظة، ولابد لنا أن نعرف طريقنا وأن نتحسس سبيلنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالسبيل أولا لابد من الالتفاف حول أهل العلم، وليس أهل العلم، المتأمركين الذين يأخذون التوجيهات ويأخذون فهم الدين من الشرق أو الغرب، وإنما أقصد بأهل الدين الذين يعظمون الإسلام نظاما ومنهج حياة وقانون فكر واجتهاد صحيح وتأويل مستقيم، الذين يحبون دين الله ويغيرون عليه كغيرة الرجل على زوجته وأشد، هؤم الذين أعنيهم. لابد من الالتفاف حول رجال الدين. ثانيا لابد من التبشير بالدين الصحيح، بدين النبي، بدين الصحابة، لا بدين أوباما. إن دين أوباما لابد أن نكفر به، لابد أن نكفر بدين أوباما، ولكن لابد أن نؤمن بدين النبي محمد. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. إذن النقاب معلوم، النقاب معلوم في قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وتفسير الجيب معلوم، وإجماع أهل العلم على أن النقاب مشروع، ولكن اختلفوا في درجة المشروعية، منهم من فرض ومنهم من استحب، لكن لم يقل أحد من أول الصحابة إلى محمد حسين مخلوف بأن النقاب عاد أبدا، لم يقل أحد بذلك. هذه بدعة أمريكية، إنهم يريدون تسويق الإسلام الأمريكي بيننا، ونحن بطبيعتنا نكره الأمريكان وكل ما يأتي من جهتهم حتى ولو كان دينا، نحن نكره إسلام أمريكا ولا نحب إلا إسلام محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لابد الالتفاف حول أهل العلم. اثنين التبشير بالدين الإسلامي الصحيح على المنهج السلفي الصحيح، رغم كيد الكائدين وغيظ الغائضين الحانقين. الأمر الثالث لابد من تربية الأجيال على الدين، الأولاد الشباب لابد من تربيتهم على دين الله عز وجل. أربع لابد من فضح مؤامرات المجرمين والمتمالئين والمتآمرين، لابد أن نفضح مؤامراتهم وأن نبين للناس فسادهم حتى ولو كانت عمائمهم قدر هذا المسجد، لا نبالي بذلك. فهذا كله هين تافه في مقابل المحافظة على دين الله عز وجل، ولو قصفت في ذلك أعناق، ولو قصفت في ذلك أعناق، فالدين أحب إلينا من هذه الحياة. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى الخير، وأن يمسكنا بالخير، وأن يهدينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز دينك، اللهم أعز أولياك، اللهم عليك بالصليبيين واليهود والرافضة والملاحدة والمنافقين ومن والاهم. اللهم انصر دينك نصرا عزيزا مؤزرا، اشف مرضى المسلمين، تجاوز عن سيئات المسيئين، اختم حياتنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.